الشيطان وهو في بحيرة الله الكبير وعنده حياة، واحنا عارفين ان الحياة بصدرها المسيح، فهل في كولكتيفيتي هتبقى موجودة بين المسيح والشيطان اللي هو بيتعذب؟ وشكرا. أشكرك على سؤال حضرتك الجميل، هو يمكن سؤال فلسفي إلى حد ما في مستوى أعلى من ضعفي بكثير جدا، لأنه بيتكلم على مستويات روحية فيما بعد، ولا ينبغي أن أرتقي فوق ما ينبغي أن أرتقي، لكن حسب مفهومي البسيط. الله ما نقدرش نقول عليه موجود في الشيطان خالص. الله خالق الكل، ولكن من يرفض وجود الله لا يكون الله في داخله. والشيطان من وقت تمرده على ربنا، الله ليس في الشيطان، ولكن الأرواح كائنات أبدية، فالملائكة والروح البشرية دي تبقى إلى الأبد. فهل لما الشيطان هيروح في بحيرة النار والكبريت هيكون في كونكشن بينه وبين ربنا؟ لا، مفيش أي كونكتيفيتي بين الشيطان وبين ربنا في هذا الوقت، لأن الله خلق جهنم وأعدها لإبليس وجنوده، زي ما هيقول للي هيكونوا على يساره، المعد لإبليس وجنوده. وهي من أقصى الحاجات، رغم إن هي نار أو يعني جحيم حقيقي، ما نفهمش ماديًا إزاي، قد يكون غير ماديًا أو، لكن هو إنتيتي حقيقية، لكن لا يوجد أي علاقة أو وجود لله في هذا المكان، وده أصعب شيء في هذا المكان، إن هو مش موجود في أي ربنا، ربنا مصدر السلام، فطالما ربنا مش موجود في الجحيم يبقى مفيش سلام، مفيش. لكن إحنا نعرف بعض المعرفة ونفهم بعض الفهم، زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لكن في الملكوت سأعرف كما عرفت، وحعرف الموضوع أكثر تفصيل، إحنا الآن بننظر إلى مرآة. يمكن مش فاهمين أبعاد الموضوع لأنه حاجات روحية أعلى من مستوانا، ولكن فيما بعد هنفهم أكثر بكثير وأكثر تفصيلا، ومستويات أعلى بكثير ما نقدرش نوصل لها وإحنا لسه مقيدين بالنطاق الجسدي. لذلك ربنا والشيطان وفي الجحيم وهذا الأمور دي هنفهمها فيما بعد بأكثر من المستوى اللي إحنا فاهمينه على قد ضعفنا بكثير. ربنا يبارك حضرتك.